وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غادي ندير هذا الفيديو باش نحاول ما أمكن نجاوب على الكثير من الأسئلة، وخصوصا اللي مكررة يعني كتشكل غموض بالنسبة للأخوات. أول حاجة غنتكلم عليها هي الفيديو ديال دجاج العراضات، اللي حسيت فيه أن كثير من البنات خوفوا منه وانه غيطيب في الفران. فكنقول لكم بانه بالنسبه للعراضات، وخصوصا كتكون كميه كثيره، وحتى ملي كتكون غير وحده عندي انا كنديرو في الفران احسن، كيجي بنين بزاف وما كيجيش ناشف، بالعكس وكيجي ناجح احسن بكثير من ديال يعني من اللي مفور اولا مبخر، وكيختصر عليك بزاف ديال الوقت كتعمريه وكتخليه يعني كتبيتيه على تساع وكديريه في الفران يطيب على خاطرو، وكتقضي في ذاك الوقت كتقضي شغلك وانتي يعني مرتاحه بان الدجاج ديالك راه كيطيب على خاطرو كيجي بنين، وكتعري عليه هي كيتحمر وكتهزيه بكل سهوله، ما كيتحليك ما حتى شي حاجه، ما كيحتاجش الماء، كيطيب في الماء ديالو لانك انتي دايره على نار مهيله، كيطيب في الماء ديالو يعني، وبعد ما كيبقى عاد الماء فايد كثير كنحيدو انا وعاد كنردو يتحمر. وبالنسبه للمده ديال الطهي ديالو فهي كتختلف على حسب الحجم، الفران ديالك كبير ولا صغير كيجمع الحراره، والدجاج واش صغير حتى هو ولا كبير، ولا واش نبيته ليله قبل في الحامض وفي الملحه يعني واش هشاش يعني ولا فتي، راه كيطيب لك بسهوله. ومن الاحسن الا كانت عندك عراضه انت غادي ديريه قبل على تسع، على خاطرو انا اكسبري نهار العراضه ديالي شعلت عليه بكريم على 6 ونقصت عليه حتى الاخر باش يجيني هو هذا قد قد، وعريت عليه وخليته كيتحمر على خاطرو، يعني كل ما تحمر على خاطرو كتجي التحميره ديالو مقاده وكيجي في الشكل ديالو زوين، وما كيجيش ناشف. راه هذيك الشعريه كندوزوها بالخبز يعني، راه ما تحتاجيش لاصوص، بغيتو لاصوص ويعني وكنتو باغيين يعني تقدموها معها نقدمها لكم ماشي مشكل، غير بغيت نوضح لكم بانه ما كيحتاجش، راه كيجي زوين. ممكن كديري الشعريه بزايد وتحيديها وديريها في جنيبات ديال الطبسيل، اولا ما كنتيش غادي ديري السلطه كديري خضره وكتسوطيها وكديريها حتى هي في الجنيبات، يعني لوبيا بطاطا خيزو قرعه حتى هي كتجي مزيانه، يعني كيبقى لك انت الاختيار في الطريقه ديال التقديم ديالو. وبالنسبه للسؤال الاخر اللي طرح بزاف في العراضه، واش ما قدمتيش الديسير؟ طبعا انا قدمت ديسير اللي هو كان تفاح وعنب، وكما قلت لكم انا ما صورتش جميع المقاطع وما يعني بزاف د الحوايج ما صورتهمش لان كنت بوحديتي وكنت يدي بوحدي وبحرات كافيت، يعني كانت واحد الفتره وجيزه اللي هي ارتحيت فيها ونط كملت الشغل ديالي. وكان يعني ايطاب اخرى ما صورتهاش اللي هي في الوقت اللي دخلوا جاو عندي مع 8 ديال الليل، فانا حطيت ليهم ضروري من الصينيه ودواز اتاي وبعض المملحات والفواكه الجافه على حسب المتوفر طبعا اللي عندك، لان ديك المده بين 8 و10 على ما حطيت العشاء فضروري كتقدمي شي حاجه، ولا كان عندك الغداء فهما كيجيوك وقيت الغداء، ومن بعد ملي كتهزي الغداء وكتسالي وكيكون كيبقى العشيه، لان ماشي غير خصوصا كيكونوا من العائله ماشي غير كيتغداو كيمشيو، فانت كتقدمي داك اتاي ودواز اتاي في العشيه هكا بين الغداء وبين الكوتي، هذا هو كان المني ديالي، يعني دواز اتاي واتاي وموراه السلطه وموراه الدجاج وموراه عاد درت اللحم البرقوق وثم الديسير، وكلها غادي تقدم على حساب الرغبه ديالها. نعطيتكم غير افكار وكيبقى على حساب كل وحده الامكانيات ديالها والوقت ديالها يعني، وهي وكاين اللي ما عندهاش الخاطر توجد هادشي كله، كاين اللي عندها انها توجد حاجات اكثر، يعني كيبقى كل وحده. بالنسبه للقسعه ديالي اللي سولوني عليها بزاف ديال الاخوات هي هذه، خديتها ب 50 درهم، كاينه الصغيره ديالها ب 40 درهم وكاينه الكبيره ب 60 درهم، كيبقاو على حساب لي طاي. الناس ديال المكناس انا خديتها مساحه ديال الهديم بهذا الثمن، وكيكونوا كيتباعوا بزاف الطرق الوطنيه ماشي السياره، الطرق الوطنيه ما لقيتش انا فيهم هاد الاشكال هادو، كاين اشكال يعني فيهم الصفر مزوقين وكاين اللي فيهم الزرق، هادو عموما اللي كنلقى، ممكن تلقى الا كانت شي طريق وطنيه يعني من غير هادي اللي شت انا. وبالنسبه لهاد الطبيصه سولتني واحد الاخت فهادو خديتهم انا 7 دراهم ونص الوحده، وهادو خديتهم 6 دراهم ونص، تقدر تلقايهم في المدينه ديالك اقل او اكثر على حساب، انا ما عرفتش بالضبط هي الحاجه اللي كتعجبني كناخذها. هادو قدمت فيهم الصوص ديال السلطه بجوج انواع ديالها، خديت 4 جوج جوج، وهادو تيصلحوا للكوتي
وتيصلحوا يعني تدير فيهم الزبده العسل يعني داك المسائل اللي كترافق الطبله ديالنا. اولا حطيت فيه زويتنات ندير ربعه، درت فيه جوج انواع ديال الزيتون جوج جوج وفرقتهم على الطبله. هادو بالنسبه للمشتريات ديالي. بالنسبه للفيديو ديال الدار اللي حذفت فهو كانوا مسولين البنات بزاف على الزرابي، فانا ما شريتهمش بلاصه وحده وما حددتوليش الثمن يعني النوع ديال الزربي اين زربيه فيهم باش نعطيكم الثمن ديالها واين بلاصه شريتها بالضبط. كانت اسئله اخرى بزاف على الفيديو ديال الشنيك، واش ممكن نعوضوا الحليب باللبن؟ اخواتي هذه وصفه ديال عجينه اللبن خصيصا كدار باللبن، هو اللي كيعطيه الطراوه وكي يعني كيرطب العجين بزاف، وما كنحتاجوش نضيفوا له الزيت داك ما لاحظتوا درت نسبه قليله ديال الزيت، لذا الحليب ما غادي يعطيكش نفس النتيجه. الا ما توفرلكش راني حطيت لكم رابط ديال الفيديو ديال اللي خطرت به الكرواسان ديك العجينه، ممكن تحضروها بالحليب سائل اولا بالحليب بودره، راني حطيت لكم الرابط ديالها في اسفل الفيديو. ممكن ديروا العجينه ديالو وديروا الطريقه ديال التحضير ديال الشنيك. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على المارغرين ما متوفراش، الا ما اضطريتي غادي ديري الزبده العاديه، ما كتكونش نفس النتيجه 100%، كتجي نتيجه مزيانه حتى هي غير ماشي هي 100%، ومع استعمال ديال النشا طبعا كتجي نتيجه مزيانه. هذا بالنسبه للبن، واللبن ماشي هو الحليب، انا ما قصدتش اللبن كما كيذكروا كيقولوا اخواتنا المصريين، انا اللبن اللي كيتباع في الملبانه ديال العبار هو اللي قصدت انا في هذا الفيديو. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الحليب نيدو واش ممكن تستغناو عليه، بعض الوصفات ملي كنحط لكم تنقول لكم ممكن تبدلوا الحليب نيدو بالحليب سائل، يعني تجمعوا في عوض الماء تجمعوا بالحليب سائل، كاين هذه الامكانيه. مي ما كنذكرهاش، عرفوا بانه عنده دور كبير في ديك العجينه، هو اللي كينشحها هو اللي كيعطيها طراوه وهو اللي كيعطيها حتى لوكو زوين بزاف. فمن الاحسن اخوات يكون عندكم في الدار تشري واحد، انا كنشري واحد الساشيه كدير كنظن 80 درهم الا ما خفتش نكذب 80 درهم، حيت هذه مده طويله ما شريتو، كنشريه من عند الهري كنخوي في واحد القرعه كنبقى كنستعملو، كينفع في الصيف لي كلاص في لي كيك، كينفع في هادو في المعجنات بزاف بزاف تخدميهم يعني كينفعك بزاف، تيبقى عندك في الدار كيطيح عليك اقتصادي بزاف، لذا من الاحسن تستعملوه. وبالنسبه للوصفه ديال الفطائر التركيه بالدجاج، فانا ذكرت ان استعملت الحشوه ديال الدجاج فهي مختلفه بزاف على الحشوه ديال الكفته، لان كل حاجه عندها يعني توابل خاصه بها، يعني القمه اللي كنديروها مع الدجاج ماشي هي اللي كتواتى مع الكفته. اذا ان شاء الله كنوعدكم في القريب غادي ندير حشوه ديال الكفته غنعمر بها يا اما لي شوسون يا اما غادي نديرها في مسمنات ديال الفران، وغتكون هي يعني نفسها ممكن تعمروا بها هذه الفطائر، يعني ان شاء الله ندير لاباس ونبدا ندير بحال هاد الوصفات. لان بصراحه عندكم الصح الدجاج ما كيتوفرش دائما عند الكثيرين، خصوصا الصدر الا كنتي كتجيبي انت الدجاجه وكتخدمي حتى الصدر ديالها، انا ما كنطيبوش غالبا الا ما كنتش غنطيب الدجاج كامل، فانا ملي كنكون كنقطعو يعني طراف فانا كنحتفظ ديما بصدر بوحديته ما كيبغيوش ياكلوه لي، وكنخليه غير الوصفات بحال هذه، كنشوف واحد الصدر عندي ولا واحد المجموعه ديال الصدور تجمعوا ليا كندير به وصفه باش ما كيضيع عليش كياكلوه ليا، اما في الطياب هكا العادي ما تيبغيوش نهائيا تيبقى ليا فراسي بهذا المعنى. بالنسبه للوصفه ديال القريشلات ديال المناضه، اخواتي ما يمكن لكمش تعوضوا المناضه بعصير الليمون، لان المناضه ما غاتبانش لوكو ديالها واخا تكوني ما كتبغيهاش، الجهد ديال لي غاز اللي كضر فيها ما كاينش ما كيبقاش، يعني اللي كلاه راه ما كيعرفش اشنو فيه، يعني راه غير هو كيعطيه هشاشه بزاف كيجي هشيش بزاف وكيعطي كميه كثيره. فمن الاحسن ديروا مناضات، انا براسي ما كناكلش مناضه، انا عندي مشكل في الجهاز الهضمي، ولكن في هاد الوصفه فانا كنستعملها يعني واحد 250 مليلتر ديال المناضه، ماشي مشكل ماشي دائما، بعض المرات كيكونوا استثناءات. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الوصفه. كنتمنى نكون يعني ما غفلت حتى شي سؤال. وبالنسبه للوصفه الاخيره يعني ما قبل الاخيره اللي درت اولا ما قلتش انا بالضبط فين جات الترتيب ديالها، اللي هي ديال دواستي ديال الطبقات، فانا تحذف لي مقطع بلا ما نحس، اولا كنت ظنيت انني كنصوره ما صورتوش، فين انا درت الطبقه البيضاء الاولى حتى
حطيتها وطلقت الكحله، ولكن من طلقت الكحله جبت البيضه دهنتها بالمربى السائله ودرت فوق منها طبقه الكحله، وعاد حكيت درت المربى عاود وحكيت فوق منها العجينه. ما درتهاش في المجمد، عجينه عاديه راه كتحك بكل سهوله، ما كتعطيني داك الديكور. اللي بغات دير طبقه عاديه ما بغاش تحك كديرها ماشي مشكل، وكتقبيها بالفرشيطه عاد كتدخليها طيب في الفران باش ما كتنفخليكش. وهذا المربى الدور ديالو هو انه تيخلي هذوك الطبقات كيتلاصقوا، ماشي ملي كطيب لك تتفرق. ومن بعد عاد كنسقيها بديك الكونفيتير كامل اللي كيبقى ليا باش كتجي ترطاب وكتزيد، يعني كيولي لوغو ديالها احسن. هذا بالنسبه لهاد الحلوه. واخت لي سولاتني على واش ممكن تستعملوا كاوبيل، يعني امهاتنا كانوا كيستعملوا غير كاوبيل، ما كانش ديك الساعه الكاكاو، وحنا باش كيعطينا هذاك اللون الغامق اكثر كنستعملوا كاكاو. يعني اللي بغات تستعمل الكاوبيل ماشي مشكل تستعملوا. وبالنسبه للاسئله الاخرى، يعني انا هادشي اللي عقلت عليه، غالبا كنحاول نجاوب غير اللي ما شتهاش، يعني بعض المرات ما كيبانوليش في المنتدى بزاف كل التعاليق كلها، اولا كنغفلهم ما عرفتش كيفاش كاي هذا. يعني راني كنحاول ما امكن نخصص واحد الوقت باش نجاوب على جميع الاسئله ديالكم. وبالنسبه للاخوات اللي كيطلبوا مني بعض الوصفات، فانا كنسجلهم، ويعني كل اي كتاب ان شاء الله، ويعني نلقى الوقت، فانا ان شاء الله غنلبي جميع الطلبات. من هاد الطلبات يعني عرضه ديال الكوتي اللي غادي نديرها خصيصا على ودكم باش نصورها لكم ونعطيكم افكار كيفاش تحضروا من قبل، وشنو ممكن تحضروا في هاد الطابله باش تكون طابله كتحمر الوجه مع الضياف ديالك. وكذلك نحاول ما امكن ندير دوازه تاي ديال الاقتصادي، لانه هو اللي كينفع في سير الايام. ما يمكنش غادي نديرو ديما الصابلي بريستيج، اولا غادي نديرو الكعب غزال، اولا يعني في الايام العادي دوازه تاي كنديرو وصفات اللي هي اقتصاديه وبسيطه باش كنحاولوا على المصروف ديالنا. وفي ذكر المصروف، بعض الاخوات طلبوا مني ندير تدبير المصروف للمنزل، يعني كيفاش انا كنسير المصروف ديالي. طبعا غندير لكم هذه الفيديوهات، لان كان هذا هو يعني التجمع اللي كنا دايرين لا في المنتدى ولا في الفيسبوك، كنا كنهضروا فيه على تنظيم الوقت مع الاشغال المنزليه وكيفاش ندير تدبير المصروف ديالي باش نكون امراه مدبره. ماشي شرط نكون منتجه، يعني نكون مدبره، واخا ما خداماش جالسه في الدار ربات بيت، غنسير المصروف ديالي، غنوفر منه وغنحقق منه بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. غير يعني ندير لاباس ان شاء الله، وغادي نبدا نحط لكم هاد الامور ضروريه اللي غادي تفيدكم في الحياه اليوميه ديالكم انطلاقا من التجربه ديالي طبعا. ونحاولوا ما امكن نديروا لوائح ديال التقديه، نديروا معاهم جداول ديال الطعام وجداول ديال التنظيم ديال يعني ديال التنظيف، كيفاش غادي ننظف البيت ديالي وانا مرتاحه. والبنات اللي كيعرفوا وكانوا متبعين معنا قبل في المنتدى اولا في هذا، ما عندهمش كنا وقتنا، فانا كنت الادمين ديالو وكان بصراحه مزيان. ومن بعد ما بقيتش كنقدر نوفق بين، كنت الساعه كنصوب الحلوه انني نوفق بين نتابعو اولا نتابع العمل ديالي، لذا كنت وقفته خليته في ايد امينه راه مازال مستمر. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم ووضحت بزاف ديال النقط اللي كانت غامضه. وكنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم اللي كتفرحني بزاف بزاف، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وان شاء الله نستمروا في الوصفات الطبخ وفيديوهات كما قلت لكم تدبير المصروف، وان شاء الله نتحسن الصحه ديالي. وهنا معكم، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله مع مطبخ حليمه الفيلالي. سلام.